سمعت الخبر الصراحة جالي انهيار، يعني مش انهيار يعني تعبت، كنت فرحانة قوي، ف يعني كانت مفاجأة كبيرة ربنا كرمني بيها الحمد لله. طبعا حضرتك لو حابب عن موضوع كورونا، فموضوع كورونا ده كان متنشل جدا مع المذاكرة، فكنت مخلية لهم البيت متكهرب، انا كنت مكهربة البيت الصراحة، ومن خوفهم عليا وانا خايفة على نفسي وعادي في البيت مع المذاكرة كان كبت مش طبيعي، بس الحمد لله يعني بالصبر الحمد لله تحملنا يعني وعدت. غالبا اللي بيقف جنبي وبيكون اكبر داعم ليا هي مامتي واختي في المقام الاول، بعدين باقي عيلتي يعني خالي وولاد خالي وكلهم كانوا معايا. طبعا بعديها مدرستي، الحقيقة مدرستي كانت عاملة برضو مجهود كبير معايا من ساعة ما دخلت المدرسة لغاية ما وصلت ثانوية عامة، صراحة ما كانش فيه تأثير، بطلب أي حاجة من المدرس بصراحة كان بيوفرها لي. كنا في ثانوية عامة أيام الكورونا كنا عاملين جروب على الواتساب، طبعا أنا ليا برضو في التكنولوجيا يعني عندي فيسبوك وعندي واتساب بتواصل معاهم، كنا عاملين جروب جمعنا كل الطلاب على الواتساب بتوع ثانوية عامة مكفوفين، تواصلنا معاهم، وكانت الأستاذة مديرة مدرستنا زينب صلاح الدين كانت بتتواصل معانا، أي جديد كانت تقوله لنا على الجروب، المدرسين كانوا داخلين جوه الجروب، أي سؤال في المذاكرة كنا عايزين نسأل فيه كان في كل مدرس متخصص في المجال بتاعه أو المادة اللي كنا بنسأل فيها كان بصراحة بيجاوب في ساعتها على طول، يعني هو كانوا حاضرين معانا بشكل كبير. يعني إن شاء الله إعلام أو ألسن لو جات لي منحة من الجامعة الأمريكية يبقى الحمد لله. احمد يونس الاثنين دول، واحمد يونس انا بحب برنامجه جدا جدا وبتابعه اول باول، اسال ماما كنت اسهر عليه واقعد واسمعه تقول لي انت مندمجه، قلت لها انا بحب المجال ده واحب اسمعهم واحب اقلدهم. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه.